ما شاء الله عليها الربيعة والمكنة، صدقني ما رح يعجبوها دول الصوفات ورح تلومني ليش ما جبت لها أكثر. وفقنا معها بالشغل، الله يعطيها العافية. هلأ أنا رح أخذ الصوفات وروح على البيت، أخذ راشيل وأروح عند وداد أسلم على فؤاد اللي جاي من السفر. أصبح بتخبريه من شأن الاجتماع اليوم وبتفهميه قدام الناس عزيمة عشاء عند الخواجة رفول. أوف، وليش هالخوف كله؟ من طول عمرنا بنجتمع مع بعضنا ونسهر. هيك أمان، هيك أمن يا أم إسحاق، مشان ما يقولوا الناس هون إنه اليهود الشام عم يعملوا اجتماع مشان يدعموا اليهود بفلسطين، فهمتي؟ الله يخلصنا من هالقصة بقى، والله انتخست حياتنا وما عدنا نعرف كيف بدنا نعيش. لازم يكون لنا موقف قدام الناس هون مشان نبرز منا. مرحبا. أهلا وسهلا خواجك فيكور، أهلا وسهلين. بدي مجلة مسيرة، وصلت عدد جديد لعندك؟ ايه، في عنا هون الرف الثاني على اليمين، تفضل. بدي اسألك، وصل كتب جديد بالمسرح لعندك؟ ايه في كم كتاب واصلنا، تفضل شوفه. من غير ما اشوف، انا شغلي مسرح، بدي عدد من كل واحد كتاب، بس لازم تراينا شوي. تعرف خواجك ريكور، يعني انا بحب القراية وبحب الكتابة، بس المسرح يعني بحياتي ما شفت. كيف؟ المسرح حياة، فن، ابداع. تعرف والله عن جد يعني شجعتني احضر هيك شيء مسرحية. اخي انت اللي ايمتى وين وانا دغري بجي. انت ما بيروح لك خاله، انا بجيب بطاقات لهون. ايه اذا هيك على عيني خواجك ريكور، واحلى سكرة لك، تفضل. شو اخبار جماعتنا اللي عم بيهاجروا؟ معظمهم عم يوصلوا لقبرص، ومن هنيك الوكالة اليهودية عم تأمن وصولهم لفلسطين. سمعت انه في منهم كتير ناس عم تهرب من الوكالة ويسافروا على امريكا. امريكا وغيرها، المهم هلا خواجة انت مانك ناوي تروح؟ هلا صار وقتها. انا ما بترك الشام لموت. يا جماعة بتعرفوا شو يعني الواحد يترك بلده؟ هي بلدنا، عشنا فيها طفولتنا وشبابنا، بعدين لمين ما نتركها ونروح؟ الشام مو بلدنا، الشام بالنسبة لنا مدينة مثل أي مدينة تانية بالعالم، محطة انتظار، مجرد محطة انتظار لحتى نرجع لبلدنا الأصلي. شو هالحكي جنان هاد؟ اليهود عاشوا فلسطين من 2000 سنة وتركوها. ما تركوها، وإنما طلعوا منا بالقوة. بالقوة ولا غصب عنهم؟ وبعدين في مليون فلسطيني عايشين فيها، بدكن تقلعوهن وتشردوهن وتعملوا محلهن دولة، هاد مو عدل. شو قلوا علاقة العدل باللي عم نحكيه؟ نحن اللي عم نحاول نعمله هو مجرد حركة تصحيح للتاريخ. بعدين العرب عندهم كتير دول، نحن عم نطالب إنه يكون عندنا دولة وحدة، بس من حقنا إنه يكون عندنا دولة بتخصنا. يا جماعة نحن عايشين بين العرب من زمان، وفي عنا أطباء وعلماء ووزراء، وهي نحن عايشين معززين مكرمين، مو ناقصنا شيء. ناقصنا يكون عنا دولة لإلنا. يا ابني نحن عشنا بأوروبا عيشة دوقونا فيها الويل، أما العرب ما حسينا بعبرنا معهم لا بالتفرقة ولا بالاضطهاد. وليش لحتى نبقى عايشين تحت رحمة الأوروبيين أو العرب أو غيرهم؟ نحن الشيء الوحيد اللي بيضمن إنه نبقى عايشين بأمان واستقرار إنه يكون لنا دولة يهودية، دولة بتخصنا نحن وبس. تشردوا مليون فلسطيني وبتقلي أمان واستقرار يا فؤاد؟ سيلافي، هي هي الحياة على قولة الفرنسيين. أحياناً بتكون حركة التاريخ قاسية، بس هذا قانون الحياة. بلا تاريخ بلا بطيخ، هذا حكي جنان، ما حيجيب لنا إلا البلاوي إلنا ولأولادنا. يا جماعة نحن مجتمعين لحتى نناقش أوضاعنا بهالوقت، أوضاع شغلنا وحياتنا. الشيء اللي عم بيصير بفلسطين ما رح يضل محصور فيها، النار رح تطلع وتحرق كل المنطقة. يا خواجة، يعني أنت وأم إسحاق يعني ما عم تقبلوا حتى مجرد الحكي بالفكرة؟ ما بتعرفوا ممكن يكون فيها مصلحة لكل اليهود، وضروري الواحد يلط بالنار لحتى يعرف إنها بتحرق. القصة واضحة وما بدها حكي. أكيد رح يكون في نار، بس اللي بده ياكل عسل بده يتحمل قرص النحل. بعدين العرب ناس انفعاليين، ناس بيجنوا بسرعة وبيكنوا بسرعة، لأنه الناس ما بيشغلوا عقلهم. ليكوا مثلا الشام صارت 4 دول، شو عملوا؟ بعبعوا شوي وبعدين سكتوا. وبكرة نفس الشيء وقت بدها تصير دولتنا، وقت بدها تقوم إسرائيل رح يبعبعوا. يا سيدي بعبعوا سنة سنتين خمسة أولاك 10، وبعدين رح يسكتوا، لأنه الناس عاطفيين، ناس ما بيشغلوا عقلهم، ناس بعمرهم ما عملوا فعل وإنما عايشين بردود الأفعال. مشان هيك دائما
رح يرضخوا للأمر الواقع. وأنت مستعد تراهن على هالشي؟ براهنك بكل شي عندي. أنت ما عم تراهن على بيت أو صفقة أو شوية مصاري، هي حياة بشر. أنت عم تقامر بحياة اليهود قبل الفلسطينيين. حياتنا وحياة عائلاتنا أهم من أي شي تاني. لهيك إذا ما اتفقنا على موقف واضح تعرف في كل الشام، نحن ما حنخلص.